جولة على عناوين الصحف الصادرة صباح هيدا والغاز اليوم. 300 ليرة نسينا كمان خففوا طبخ شوي شوي. البداية مع صحيفة الأخبار. وثيقة سرية سعودية خطتان لإسقاط نظام إيران. نمرود قنوات تلفزيونية ومواقع إخبارية للتحريض. العنكبوت حصار اقتصادي وتدخل سياسي وقيادة جديدة. السعودية تريد رحيل الحريري. عون الحكومة غائبة عن الوعي. ننتقل لصحيفة الجمهورية. تشنج بين المستقبل والتيار الحر. وعون هكذا حاولوا استهداف العهد. نتابع مع صحيفة الشرق. تعميم المركزي يرفع الليرة ولبنان يتجاوز مطب موديز. في عناوين صحيفة الشرق الديار تعميم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أفرجت السوق والدولار موجود. الحاكم يضحي من احتياط مصرف لبنان ب 5.4 مليار دولار لإطلاق عجلة الاقتصاد. الرئيس عون يشرف شخصيا على متابعة كل خطوة واللقاء الديمقراطي بدأ المعارضة. ننتقل لصحيفة البناء. تنقل حركة الشارع بين بيروت والقاهرة وصولا إلى بغداد يطرح أسئلة حول وجود رابط هدوء نسبي في الأسواق بعد تدابير المصرف المركزي بانتظار خطوات شد ثباتا. الحريري يغمز من منشور النيويورك تايمز الحملات لن تثنيني عن مواقفي. في اللواء السعودية تدعو لضغط دولي ينهي إرهاب النظام الإيراني. مصرف لبنان يدعم شراء القمح والبنزين والدواء. وموديز تمهل الحكومة 3 أشهر. نتابع كاريكاتوريا بالشرق والقافلة تسير. هون بالتعليق على ما قاله الحريري. بيري. في صحيفة الجمهورية أطوان غانم موديز وضعت لبنان قيد المراقبة ل3 أشهر. مواطن عم بينبش بجيب لا موديز إذا بتكون عم تنبش بجيب المواطن إذا بعد في شي ليرة مش حتلاقي 50 سنة لورا. مثل النهار 2 تشرين الأول 1969 صحيفة النهار عنوانت قرار بإبعاد خومياكوف وفاسيليف وسط ضجة لبنانية وصمت عربي واهتمام عالمي. لبنان يعزر الاتهام. يعزز لا شو يعني يعزر الاتهام. وروسيا تكذب بعنف. السوفيات لحلو. المخابرات الأمريكية دبرت الحادث. ومنوصل أيضا لماذا يتجنب كرامي فتح ملف الأزمة قبل 21 تشرين الأول. فوز حميدي يضع الرئيس المكلف في مركز القوة ويمكنه من شد قبضته على الموقف وفرض شروطه. القمة الإسلامية الأولى لم تنجح ولم تفشل. لماذا طلب الفلسطينيون من لبنان سحب اقتراحها قطع علاقات الدول الإسلامية بإسرائيل. في الكاريكاتور ألو أعطوني الرفيق رشيدوف. هو الرفيق هون الرفيق شارلوف رئيس جمهورية لبنانوف. نعم هيدا كان الكاريكاتور. نحن وياكم هلأ رح نروح لمثل هالنهار. يوم الدبس بستة تشرين الأول بتحتفل في منطقة رشية طبعا بالبقاع الغربي. أكثر من منطقة كمان بتعصر دبس بتجففوا وبتخمروا. منوصل أكيد للنتيجة. بتكون تتعرفوا كيف شو أهميته. اسمعوا ناتالي. يلا. لما نحس أنه الشتي طل بيحتل الدبس مواد كل الناس. فهو بيعطي الدفء الصحة بالمفهوم اللبناني العام. وبيحتل دبس العنب والخروب تحديدا مكانة رائدة بالقرى اللبنانية. وقليل لنشوف بيت بيخلى من أحد أنواعه حيث بيحرص معظم الناس على وجوده لأنه بيعطي طاقة ودفى ويؤكل بعد وضع طحينة السمسم أو اللبن فوقه غمسا بالخبز. وعن تساقط الثلوج يمزج مع الثلج لتحضير مثلجات ويستخدم للتحلية بدل السكر ولصنع الحلويات المنزلية ولمعالجة نزلات البرد بفصل الشتاء. قديما قيل عن الدبس أنه ذهب لبنان وهو أيضا إكسير الحياة لأعيد اكتشافه عالميا لفوائده الغذائية العديدة وكبديل صحي وطبيعي للسكر. وصناعة الدبس صناعة بيئية طبيعية 100% ما بيدخلها أي مركبات كيميائية. فهي تصلح لغذاء الأطفال والكبار ولكافة أفراد الأسرة. وبيوصف فيه الأطباء وكل اختصاصيي التغذية.
رحلة الخروب للمعصرة بتبدأ بعد نضج ثمره وتحول لونه للأسود، يقطف في شهر أيلول ويجفف تحت أشعة الشمس، بعدها ينقل إلى المصنع حيث بتكون الفرامة بانتظاره، بتقطعه وتفرمه ليقوم الغربال على تنقية كسر الخروب الصغيرة والكبيرة من شوائبها، وبيعربها ليذهب الكسر نقيا للتخمير، حيث في غرفة معتمة لمدة 60 يوم يخمر فيها، وبعد هالمدة ينقع بالماء لمدة 8 ساعات يتم خلاله استخراج عصارته اللي بتحول لشراب مفيد لأمراض المعدة، بعدها بتكون النار بانتظاره ليطبخ ويحول للدبس اللي عم نعرفه اليوم ويصير جاهز وصالح للبيع. وألف صحتين. يعني بدنا نقول ميرسي لناتالي، بدنا ندوقهم هلا بعد ما اشتغلتهم. دبسات الخروب. شو رايك نحكي عن دبس العنب اللي عم بيحضروا لهيك الاحتفال باول احد من تشرين الاول؟ ودبس العنب بيوصف بذهب لبنان الابيض. صحيح. وبده يحكي عن هذا الموضوع حافظ التقي امين سر جمعيه رشيا اند بيوند. اهلا وسهلا فيك، صباح الخير. صباح رشيا الحلوه، خلينا اياك. تسلم. صباح جبل الشيخ كمان. هيدي أي سنة بتحتفلوا بهذا العيد؟ هيدي السنة الرابعة. يعني السنة الرابعة، يوم الدبس للسنة الرابعة على التوالي، وكل سنة عم بيحقق نجاح أعلى من نجاح. حلو. فأول سنة بلشنا حوالي 400 مشارك، بعدين صرنا بالألف. السنة الماضية كانوا شيء 4-5 آلاف، والسنة متوقعين 6,000 أو 7,000 مشارك. نعم. حلو. الكل بيكون عم يشتغل او عم نحكي بس عن زوار؟ عم نحكي عن ناس جاي من خارج رشيا لتشوف وتشتري؟ ما هي هذا الحدث عمل خلطة. يعني نحن اول شيء رشيا ضيعة متواضعة، ضيعة نظيفة وبعيدة بنفس الوقت، بكفي فيها قلعة الاستقلال. فيها قلعة استقلال، وهي فيها مطلع حرمون اللي نحن بنعتبرها هبة من حرمون. اكيد. ففوق نحن عنا الناس مزارعين بالأغلب، فكثير في عنب وتين وعنب وهالأشياء. فإذا بتطلع بالتاريخ بالماضي، بتطلع وين ما كان في معاصر قديمة بصخور منحوتة كيف كانوا يعملوها، وصارت صناعة الدبس فترة على فترة يوم بعد يوم تتراجع لورا. دبس العنب. دبس العنب. فهالمزارع اللي عنده عنب وبيبيع اللي فيه بيعه وبيسطح قسم بيعمل زبيب، بيبقى عنده كمية كثير كبيرة كلها تتحول دبس. كلها عنب أبيض أو بتكون عنب أحمر كمان؟ لا، بالإجمال شو ما كان. آه. بس كل نوع عنب بيعطي نوعية دبس. تفرق لون يعني، بس بيفرق. توصل يصير دبس بالزبط. في غامق فاتح، في أفتح وأغمق. وكمان بين الساعة 10 وساعة 4 نهار الأحد المقبل بستة الشهر الكل في يزور رشيا. أكيد المونة معروضة، وأكيد فيهم يشوفوا كيف عم بيصير الدبس. يا طريقة تقليدية ولا كيف؟ طبيعي. كل الزوار مدعوين، احنا عاملينه نشاط منوع بالكامل. يعني اول شيء اللي بيحب يعمل هايكينج، عاملين 3 مسارات، مسار 11 كيلومتر، مسار 7 كيلومتر، ومسار 4 كيلومتر. بس قبل ما نتابع هذا، شو عم نشوفه؟ هذا مي ودبس. هذا الدبس من ذوقه بصير مشروب طاقة، يعني احلى من اي مشروب طاقة. او اذا حطينا له ثلج بصير اطيب. بقسمة البقسمة بس تثلج الدنيا، بنعمل ثلج بنحط له الثلج الطبيعي يعني، مش البراد. نعم. بيعطي نكهة كثير حلوة. كنا عم نقول عندنا 3 مسارات للمشي وغيرها. عندنا 3. صحة. شكرا. هاي 3 مسارات. وهو عم يشوف يوم الدبس. هاي السنة الماضية. نعم. وهذا سوق رشيا الأثري. أنتم تشوفوا طابع رشيا كله قرميد يعني. أكيد. رشيا كثير ضيعة نموذجية حلوة. ايه تسلمي. هون الناس عم تعرض موني اللي عندها من لبن ودبس رمان ودبس عنب وكشك وكشك وكل هاي الشغلات. يعني بيشجع يعني تسويق المنتوجات اللبنانية الصرف 100%. وكلها يعني فيك تقولي ان احنا معنا شيء مش اورجانيك، كل شيء طبيعي 100%. طب استاذ حافظ، قديش بده وقت ليصير الدبس العنب نقدر ناكله؟ يعني بزيت النهار بيتحضر وبتتاكل بزيت النهار او بده وقت؟ لا بده اكثر. اول شيء بيوصل على المعصره، بكره الناس كلها بتشوف مراحل عصره، فبينحط بفرامه بالاول وبينزل على مكان كبير مطرح ما بينغلى. بينزل سائل. بينغلى، بصير ينزل منه السائل وبصير يتصفى شوي شوي، وكل ما تصفى اكثر كل ما صار عنده جوده عاليه. بالترك هون عم يغلي،
بيرجع بينترك تا يبرد وبصير ينخفق بصير يشد. بينزاد له سكر ولا لا؟ لا ولا شيء سكر ولا شيء، لانه مثل ما بنشوف انه ولا شيء خاصه بالبلاستيك، كله ستانلس ستيل ويعني او نحاس ايه شيء صحي جدا. والحلقة انه انت عم تاخذي محلول حلو كثير بس من دون اي اضافه سكر، هيدا اللي بينصحوا فيه اكيد 100% للتغذيه من دون ضرر. لكن في سياحة بيئية بكرة، توعية بيئية، مشي بالطبيعة، رحلات بيئية وتصوير بالطبيعة، هي من ضمن النشاطات اللي أهداف خمسة مهمة كتير. يعني اللي بيخلص الدبس ما بيتاكل فرد النهار، بده يضل فيك تشرب يعني، بس أول شيء بتشربه وشرب بعدها بصير ينخفق، بصير يعني فيك تشربه لحتى يشد يعني، بس كل ما شد عشان يهدي أكثر. يعني بين العشرة الصبح والأربعة بعد الظهر بكون خلصت الطبخة. ما هو إسا المعصرة ماشي صلى شهر فعطول في دبس أوكي. أكيد أوكي. وبيكون أكيد سائل أكثر من غير نحن عاملين دبس الخروب أو غيره، صح؟ بالضبط. نحن عاملين حد يعني الضيافي وين ما راحوا الزوار بدوا يذوقوا الدبس بالمعصرة، في عندهم محطة بدوا يذوقوا المي ودبس، وبالسوق معظم أهل الضيعة عاملين مأكولات كلها معمولة بالدبس، كعك وبانكيك كله من الدبس، كله وكنافة وكل شيء بالدبس. حلو. يعني طلعوا ما تكونوا أكلين شيء قبل يومين حتى تستفيدوا من كل، وفي ماشي بتروحوا كله. ايه طبعا هاي ضروري يروحوا بالهاكي. واللي ممنوع ياكل حلو بيقدر ياكل حلويات مصنوعه من الدبس لانه ما بيكون فيها شيء مضر. هيدا المطلوب. على كل حال حدا عم يرجع يسال الي صباح الخير، بيقول اي يوم بنرجع مذكر ب 6 تشرين الاول، هو عاده اول احد من تشرين بالزبط. يعني رشايا بتحتفل بهذا العيد. عم تحكوا مع وزاره الزراعه لان بهمها هيك امور وتنشيط ايام المنتوجات اللبنانيه؟ بصراحة السنة لا ما صرناش، بعد ما حكيناش، بس ناويين للسنة يلا الجاي. عبده هون موجود، فنحن بدنا دعمك بهذا الموضوع. خلص يلا بكره نحكي مع المهندس اللي يصلح حوض وبنتواصل مع الوزير اكيد، لانه عن جد حاجة الناس لهيك اشياء كثير مهمة. يعني هذا المزارع اللي طلع عنده دبس هلق بيكفي بيته لاخر السنة، بس انه ما عنده انتاج كبير وشو بيعمل. فمجرد ما الناس صار في عندها توعي انه هذا الدبس صحي ومعروف، صار فيهم بيعلى سعره يعني بيستفيد منه المزارع. يعني احنا عم نحاول نخدم هاي الطبقة الفقيرة كثير بيه. حلو. استاذ حافظ، يعني بهذا الموضوع خلال اليوم الدبس، نعرف انه عندكم ناس بتقول قول وشعر كمان نسمعون عم بيقولوا، في عندكم تراث كثير حلو برشايا. في عندنا تراث كثير حلو، ونحن حاولنا كمان نحط محطة للمواهب برشايا. يعني عاملين حوالي ساعتين اثناء الناس عم تتمشى وهيك، فيهم هن عم ياكلوا بيشوفوا بعض الفنيات، اغاني ودبكي حلو وشعر يعني بترضي كل الاذواق. كل الاذواق بدنا نرضيها بطريقه حلوه، وبعدها يعني الطقس حلو كثير حلو ان شاء الله كثير. شوفوا بس حلو. الموضوع المشي كثير ملفت، يعني احنا عم نمشي بمسار مشرف على جبل الشيخ كثير رائع. هيدا لبنان الحلو، هيدي ضيعنا، ومشان هيك نحن عم نضيع هيك ايام بتشجع وبتنشط كل النشاطات. ورشايا بالذات كثير موصوفه بالبيس تبع بالسلام وبالرقي والهدوء، وكلها انسجام تام يعني، وفيها طاقه ايجابيه قد ما بدكم. نحن بدنا نشكرك، نحن موفقين. فإذا تذكير الأحد 6 الشهر من 10 الصبح للأربع بعد الظهر، شاركوا مع أهل رشايا بيوم الدبس. أهلا وسهلا فيك حافظ الطقي، أمين سر جمعية رشايا أند بيوند، نورتنا. شكرا كثير الأو تي في، والله يعطيكم العافية. شكرا لك. أكيد لازم تزودونا بصور ومشاهد، بلكي بنعرضهم التانين، شو بكون صار عندكم هذا الأحد. أهلا وسهلا فيكم.